اذا من دائرات الحكمه والرياضه بيروت الرياضي حسم السريع وتاهل على الدور النهائي لبطوله وصل منطقه غرب اسيا. كابتن اليم شنطف يعني بلشنا منيح بعدين قلع الفريق لعبوا احسن لعبوا ديفنس احسن تبوتوا مباراه افضل واكيد الاشكال اثر يعني اشكال مثل هذا مش مفروض يصير بماتش مثل هذا يعني نزل حدا من الجمهور خبط اللعيبه وخبط الحكيم يعني انا مش شايفها بحياتي صايره بس بدنا نحكي باسكتبول لا الرياضي عامل ماتش كبير اليوم مثل ما بقول لك كل مره مع الرياضه ما فيك تغلط بدك تضل تلعب 40 دقيقه باسكتبول مركز تبرم طابتك تاخذ طابه الهينه يعني عرفت ما اليوم ما كنا تاني يعني من اذا بدك من نص تاني كورتر وطلوع ما عملنا ما كان ايدينا جيد هذا الباسكتبول بضل واحد يتعلم رح نضل نحضر حالنا للماتشات اللي جاي ورح نرجع نتلاقى ان شاء الله بعدين عظيم يعني اليوم من بعد هالخسارة المواجهة المقبلة والتحضير رح يكون للسيمي فاينل لبطولة لبنان قبل في مباراة الانترنيت مزبوط بعدين في حال تأهل الفريق للفاينل فور تحضير لبيروت هل ممكن نشوف بعد تغييرات ممكن نشوف كل شيء وارد كل شيء وارد لاخر لحظة كل شيء وارد هلا لنشوف الفريق يعني لنشوف كيف راح يكون اداء الفريق انا اونترانيك هلا من بعد عنا بيروت قبل فاينل فور قلنا حق بفور تيت او نغير لنشوف ممكن يصير في تغيير ولا ممكن كل شيء وارد يعني انتم هلا عندكم اربعة كل شيء وارد عنا اربعتهم بجننوا اذا بحاجه نغير رح نغير واذا لا رح نقي ثلاثه ونلعب فيهم طب اللي انت شو شايف في حاجه للتغيير ولا لا لنشوف بعد بكير يعني وصل اجنبي جديد هاي كاليبر بلاير بعد ما فات بجوائر ثلاث اربع ايام لنشوف بالمبدا الاجانب كملوا يعني بس اذا بحاجه نغير رح نغير ما في مشكله يلا ثانك يو كاب كوتش كوتش هلا كي معي مبروك ثانك يو الله يبارك فيك يعني قدرتوا تحسموا السري كانت مباراه منتظره بدايه قويه للحكم 10-0 ما بعرف بيصير انت حش بتاخذ مباراه عشان كل الجمهور اوكي اصلا استمتع الجمهور بثلاث سريات حكم رياضي حضرنا الجيم كثير كنا عم نلعب ضد الان اس اي والحكمه براسنا كان كل هدفنا انه نلعب الاي جيم تبعنا ديفنسفلي وقدرنا نسبتهم 100 نقطة بالمباراة نزلناهم ل 65 ورغم كل هذا الشيء نحن ما موفقين كنا من 3 بوينت كان كل هدفنا موقف مفاتيح اللعب عندهم جيبسون ايرلي واحمد نجحنا يعني وقفنا احمد وايرلي كليا جيبسون خليني على 18 نقطة معدله 27 لعبنا المباراة المثالية دفاعيا قدرنا نروح على الفينال للمرة الثانية وهلا الجمهور كله مدعو يواكبنا كمان مباراة كبيرة ضد ايران هذه المباراة جورغان اللي هو عاد لنهائي السنة الماضية حيكون صعب كتير فريق عم يلعب كتير منيح فريق بيلعب مع بعضه فريق فتش على بعضه ميكر اليوم جود جيم شوي بفوت مع جو الفريق حبيبي ساني شوي بفوت بالجو اعطانا بعد دفاعي كتير كبير والدليل كان بالسكور اللي على السكور بورد يعني خلينا نقول يوم مشاركة تون ميكر قدي رح يعني تغير ب شخصيتنا الدفاعية حتتطور أكتر وأكتر نحن كنا خلال موسم أفضل فريق بدافع هلأ نحن بدنا نحافظ على هذه الشخصية لتربح بطولات بدك تدافع مش بس تهاجم يعني اليوم بنسبة قليلة من ثلاث نقاط قدرنا نفوز لأنه دفاعنا كان مسيطر على كل المباراة من أول جيم مع أنه بلش مع 10-0 تنزيله للحكمة بس هذا الشيء مهزنا لأنه نحن مأمنين بحظوظنا محضرين الجاي معرفاني وما بدنا ناخدها سو سيرناها بالطريقة اللي بدنا إياها هل قدك أنت واسي أنه 1000% طيب كوتش كل عم يسأل عن جوناثان سيمنز بسلم عليك صار في شيء بعد ولا بعد ما اجى الاستغناء ان شاء الله بس لا يجي الاستغناء بدنا نقعد ونعمل تشويس الأجانب كلهم موجودين حاليا صح. عندي مهمة صعبة لأختار بس الفريق مع جوناثان كمان اذا اجى الاستغناء وكل شيء امور بصير هجوميا بصير ليفل ثاني اعلى صح ان شاء الله باذن الله يعني خلينا نقول اليوم بعد سؤال استويت والله استويت احكي بعد جوا يعطيك الف عافيه حبيبي اليوم هذا الفوز قديش مهم للمراحل المقبله شو رايك يعني حبيبي. انت اكيد يعني ديربي هذا صح يعني انت اليوم عم بتحضر لكمان مواجهه منا سهله عندي اسبوع هلا عندي اسبوع لحضر هذه المباراه فريق ثاني جورغان صعب كثير فريق منظم فريق بيلعب كره سله بدنا نجرب قد ما فينا نحن نجاري نقدر نبلش السريع على ارضنا بفوز كرمال لما نروح على ايران ظهرنا يكون محمي يلا قلت حبيبي ثانك يو كوتش اذا
اذا مثل ما قلنا لكان فوز اليوم الرياضي بيروت على الحكمة بنتيجة 86-65 قدر يحسم الرياضي السري 2-1 ويتأهل على المباراة النهائية لمواجهة جورجان الإيراني بإعادة لنهائي الموسم الماضي لمنطقة غرب آسيا يلي قدر كمان يحسمه الرياضي لصالحه ويحرز لقب بطولة وصل لمنطقة غرب آسيا بانتظار أكيد خروج اللاعبين. سيف سلامة قلبك الحمد لله على السلامة. أول شيء صراحة نحن مقصرين معك ما كنا عارفين أنك عمل عملية بس بعتنا بوكيات ورد نحن وصلوا سلامة قلبك أول شيء الحمد لله على السلامة. خبرني يعني معروف جهد عم تعمله أنت على صعيد الجمهور على صعيد ضبط الجمهور على صعيد عدم حصول الإشكالات وشفنا هيدا يعني التغيير الكبير يلي صار اليوم حقيقة الإشكال اللي شو صار نمر للصراحة بعد ما عرفت شو صار بالضبط في كذا خبرية طلعت مهم ما حدا ننأذى منعتذر إذا أسأنا لأي شخص من إدارة الحكمة يعني ساعات نائب جهاد بكرادوني أخ عزيز وراغب والشباب كلياتهم أصحابنا إذا أسأنا لحدا منهم منعتذر منه أكيد ونحن عم نجرب نشتغل قد ما فينا على صورة الجمهور المرتب بتصير أغلاط أمرار نحن حناخد الإجراءات اللازمة وإن شاء الله خير. شو بتتوقعوا يكون القرارات اللي رح تصدر عن المنظمين لبطولة وصل أو الاتحاد الآسيوي المسؤول عن بطولة وصل برأيك رح تكون معنا كل الساعة فيهم والقرار اللي بياخدوه بدنا نمشي فيه وآخر النهار واحد إذا غلط بده يدفع ثمنه يعني الشباب بيعرفوا بمحل إذا هني غلطوا حيدفعوا الثمن وعنا الساعة الكاملة بالاتحاد الآسيوي ياخد الإجراءات ويعمل تحقيقات. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. إذا استمعنا لكمان عضو اللجنة الإدارية لنادي الرياضي بيروت ومدير مدير مبروك الله يبارك فيك. خبرني شوي جيم حلو هيدي قمة الباسكتبول اللبناني الحمد لله قدرنا ننهيها وهارد لك للحكمة ومبروك لفريقنا البطل وأحسن وأحسن حنصير إن شاء الله. يلا مبروك. thank you لألك مدير يعطيك العافية. thank you يعافيك. thank you so much. خبرنا أول شيء جيم بداية بطيئة للرياضة 10-0 للحكمة ليش عمل كامباك رياضي ليك صراحة كنا يمكن متوقعينها هيدي والكوتش حكي فيها قبل الجيم والحمد لله بعد أول تايم أوت رجعنا وستوبتم على ال 15 بوينتس وكان جيم سوبر يعني سوبر. مدير بس السؤال كل عم يسأله السؤال جوناثان سيمنز بس بس يخلص وراءه بنعمل الانونسمنت لهلا بعده ما في شيء. ماني هارس معنا والشباب كله معنا بس انتوا طلبتوا الاستغناء عبر طالبين عبر الاتحاد الدولي صح 100% ليك بده 6 دايز معنا من هلا لفرايدي اذا فرايدي ما مشي الحال بدنا نلاقي طريقه أوكي. بس كله منيح يلا علي مبروك جيم صعبة بدايتها كانت بطيئة للرياضة قدر الحكمة يعمل ليد 10-0 جانا استوعبنا بلشنا بطريقة هيك شوي فرستريتد وهيك بس انه قدام هيك جمهور دغري بنرجع وي كاتش اب ذا ريذم يعني والحمد لله قدرنا نسيطر على الجيم من جانا طلعنا عليهم يعني 17-15 اي جاس وقدرنا ناخذ الليد كل الجيم وكنا مركزين كتير على هذا الجيم صراحة بغض النظر على التبليش البطيئة اللي بشرناها على الحكمة علي يعني ديفنسفلي يعني كنا كتير مركزين ديفنسفلي نقدر نخليهم تحت ال 60 تحت ال 70 نقطة بتعرف انت بكل الجيمات وليك كانوا عم يوصلوا لل 100 105 اليوم وصلوا لل 65 سو كريدتس بتروح لكل اللعيبة يعني اكيد للجهاز الفني بلان كانت كتير منيحة على الجيم عملنا سكاوتينج منيح قدرنا نوقفهم ديفنسفلي اخذنا فاول ترابلز منهم ايرلي فاولز صار هني عم بيقدروا يعني يعملوا روتيشن الأجانب عم تطلع لبرا أخذنا منهم early fouls طلعناهم من جو الجيم والحمد لله قدرنا نجيب الوين هذا أهم يعني شيء اليوم أول مشاركة رسمية لتون ميكر مع الفريق قديش مهمة وكيف شفت هاي المشاركة ليك أول جيم لقاله يعني يعطيه العافية بده شوية وقت لياخد الكامستري مع الفريق بعد الأسامي تعيد اللعيبة ما كتير حافظهم يعني فأكيد بده وقت ليتأقلم بس رجع خلص بطريقة كتير منيحة اليوم بالجيم قصة كلها شو القصة كلها شو الحمد لله الحمد لله مهم ربحنا هذا أهم شيء
ومثل ما شفت يعني كنا مركزين على الديفنس، عارفين احمد وجيبسون وشو اسمه ويرلي هن عم يجيبوا 70 نقطة كان بالجيم، بان كنا 2 من 3 منهم نخليهم يحطوا تحت الافريج، الحمد لله قدرنا 3 نخليهم يحطوا تحت معدلهم، وكريدتس للكوتشنج ستاف للدفاع اللي حطوه للبلان، وبدي اشكر الجمهور اكيد يعني هذا الجيم لهم مثل كل جيم. يعني مواجهة بالفينال هي اعادة للموسم الماضي صح كوتش؟ يلا إعادة للموسم الماضي، كيف بتشوف الفينال مع غورغان وقديش مهمة تكون؟ جيبسون says he loves me. I love you too bro. إيش عم تقول لي؟ لا أكيد المواجهة بالفينال هي إعادة للموسم الماضي، إن شاء الله النتيجة حتكون الإعادة كمان نتيجة بإذن الله، مش على قد فايتين بهالمنتاليتي، كل بطولة بنشارك فيها بقى نربحها، بالعكس ريسبكت كبير لفريق غورغان مع إنه غير فريقه عن سنة الماضي بس غير للتحسين، سو ريسبكت له ما فينا نستخف فيه ابدا، هو الليدنج بالدوري الايراني وتعاين على اللقب يعني مثل كل بطوله. يعني اليوم اول مشاركه رسميه لتون ميكر كمان، كيف كانت المشاركه؟ بالعكس يعطيه الف عافيه، يعني بعده من 4-5 ايام وصي على لبنان مثل ما قال لك علي، بعده مش حافظ اسامينا كلنا بس تحسه عم يلعب من قلبه وعم بيقاتل، وكمان تون بده يربح، سنه الماضي هو كان مع فريق الخصم الكويت الكويتي كمان ما ربح الفاينل 8، سو عينه كمان مثل اللعيبه نربح البطولات كلهم. حبيبي انا يعطيك الف عافيه. اكيد مع نبر ناظرنا اكيد انت عندك شادي عند برنس، اول شيء حمل لك رساله من المديره نايله تويني انه لازم السرين خلصها بقى الطابه بملعبك هلا. بنوجه لها تحيه، اي ثينك برنامجها كتير بعيد عن 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 برامج تانية، ودليل على ذلك الفيدباك اللي اجاني عن الحلقة بيعني لي كتير، في ناس كتير they reach out تواصلوا معي، في منهم عم ينصحوني في منهم بدهم نصيحة مني، وهذا الشيء أنا كتير اعتزيت فيه إنه ما طلعنا على انترفيو بس لنطلع، بالعكس وصلنا رسالة وفدنا العالم واستفدنا at the same time، فسلم لي عليها كتير. Thank you لأ. مسلم. تحية كبيرة كبيرة. أوكي خبرنا اليوم على الجيم، يعني واضح إنه بداية كانت بطيئة للرياضة، بداية سريعة للحكمة 10-0 بعدين عملتوا الكامباك وأخذتوا الليد وحفظت عليه لآخر مباراة ووسعتوا الفارق لـ20 نقطة. ما هي نمر المشكلة sometimes لما ينقال 10-0 بأول دقيقتين بنسميها كامباك، بس هي flow of the game. انت بدك تسيطر على المباراة، وهذا البريشر ما بنحطه على حالنا، انه اليوم نحن مش ناطرين نربح من اول دقيقة فرق 30 صحيح، وهذا unwanted pressure، ليه بدنا نحطه على حالنا؟ هن برافو عليهم قدموا مستوى كتير كبير، نحن استوعبناهم، عملنا adjustment معين، وما تنسى انه طون بعده اول جيم معنا، so it's not easy for him at all. شوي شوي هو level كتير كتير عالي، شوي شوي لما يفوت معنا بالجو. Thank you so much. لحظة. ما بيستعجل هذا فيكم معي. أمير الفينال بعرف الفينال غرب آسيا إعادة لفينال الموسم الماضي، كيف بتشوف هذا الفينال؟ خصوصا إنه غورغان غير بفريقه، منه فريق مثل الموسم الماضي، حسن بفريقه، وأنتم كمان عملتوا تحسينات على صعيد اللاعبين الأجانب، كيف بتشوف هذا الفينال؟ صراحة بعد ما حضرنا عنهم كتير، كنا مركزين على جيم الحكمة، هلأ ما نبلش نحضرهم، نبلش نعرف شو مين هن شو عندهم أجانب كيف بيحبوا يلعبوا، بس أكيد نحنا براسنا ما بدنا نروح مرتين، يعني بدنا نخلصها هونيك وتكون 2-0، هيدا طموحنا، فإذا بنقدر نحققها بيكون جريت، وعدين الحاج نحنا البريزيدون أنه نجيب له هالبطولة واللي بعدها نعوض له عن هذيك السنة. شو بتقول لجمهور اليوم اللي كان معبى ملعب؟ انا امبارح سالوني مين الام في بي الجيم، انا قلت جمهور النادي الرياضي، اليوم منا هيني جيمين تجي تعبي فول هاوس 8000 شخص، بس بدي اطلب منهم انه يكونوا كتير كتير حريصين، لانه الاستفزازات وال ممنوع توقف الجيم، ممنوع ممنوع ممنوع، وانا يمكن هن صار معهم شيء ما عرفنا شو صار، بس هذا مش مبرر ابدا لنوقف المباراه لو شو ما كان، سو بدنا الجمهور يتحمل مسؤوليه، بده يعرف انه اليوم اكيد نحن حنتغرم، اليوم النادي حرمنا النادي مدخول كان بيقدر يستعمله لنجيب اجانب لنحافظ على هالنادي، سو بدنا نكون بس هيك مسؤولين عن قراراتنا.
بس احنا لو شو ما كان منحبهم بدنا نلعب قدامهم، بدنا اياهم يضلون داعميننا. فول هاوس بعد الحكمة مش اناف، في غورغان بدنا اياهم معنا. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو ثانك يو. كان عندي بعد سؤال ما بدك، يعطيك الف عافية. كوتش جاد الحاج هارد لوك، بداية سريعة للحكمة 10-0، بعدين عملوا كامباك الرياضي واخذوا الليد وضلوا محافظين عليه. خبرنا شو مع الجيم. لا، الفريق الافضل اليوم بالجيم ربح. ما بعتقد الرياضي لعب اي جيم او كانوا كتير منيح، نحن كنا كتير عاطلين اليوم. منه بس جيم للرياضي، ما معهم كتير اسيست، برسنتج واطي كل شيء، 86 بوينتس اللي عندهم معدل 100، لكن نحن اليوم ما كنا بيومنا عدة أسباب. يعني ما بنرجع نعيد، دانجي إصابته، كلي أنتوني إصابة جديدة، الشيء اللي صار على الملعب بعد اللي هلأ ما فهمته. يعني صار في عالم فوقنا، أكيد مشكل هيدا الجمهور بيمثل جمهور النادي الرياضي، بنعرف دايما بيبقى كم شخص هن بينزعوا الجو وبينزعوا الجيم، بس ما لازم كل ينجر فيه. آخر شيء جيم كان حلو، جيم كان ماشي، صار ورانا جمعة الجاي عنا مع الشرطة العراقية على أرضنا، لازم نربح الجيم تا نحجز محلنا بالفاينل 8 آخر شيء. يعني قلت عدة أسباب أدت لهيدي الخسارة، هل إلها تداعيات على صعيد تغيير لاعبين أجانب على صعيد؟ طول بالك مش من جيم واحد. عمل لك اليوم كليانتني صار 3 أيام مش مرن، عنده مزة صغير ببطة إجره، يعني جرب يساعدنا ما قدر، واضح عم يشوت، يعني ما عم يقدر يخترق مثل ما كان عم يعمل بالجيمات السابقة. دانجل كمان الكل بيعرف كان عنده إصابة فترة طويلة يعني، ومنه جاهز بعد 100%، كمان اضطرينا نسرع له التريتمنت. كنا نعرف أهمية الجيم، ما قدرنا. ما في تداعيات، باي هايكو، ما في تداعيات، ما في شيء. السبت نهار جديد، جيم جديد، بدنا نحجز الفاينل البطاقة كمان على الفاينل فور، عم ننافس على جبهتين، هذا الشيء شوي عم يرهقنا، بس كومبيتيشن ما في أحلى منه. يلا هارد لوك كوتش، ثانك يو، ثانك يو كوتش. حبيبي حبيبي. نعم، 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 نع
هايك مبروك. ميرسي حيلي، تفضل خبرنا شو مع الجيم. يعني كان بداية شوي بطيئة للرياضة، رجعت عملتوا ليد وخلصتوا بفرق 20 نقطة، ما قدرتوا تتفوقوا على الحكمة. طلعوا علينا 10-0 وات واز لايك ويك اب كول لنا انه تو ستيك للجيم بلان تبعنا اليوم، لانه كان بدنا ديفنسيف جيم. اخر كم جيم كان عم بيكون سكور تقريبا 190s. اليوم نحن وي فوكست اون ديفنس، وي ستوب ذير كي بلايرز، وكفريق وي بلاين جريت تيم ديفنس. كنا عم نعمل هيد هيلب كثير منيح و ايفريون ستيبت اب. يعني اليوم اول مشاركه لتون ميكر، كيف شفت مشاركته؟ خصوصا انه هو ما له زمان واصل، له 5 ايام ببيروت، ما له زمان واصل، تمرن معنا تمرينه واحده مضبوطه. بعد بده شوية وقت تفوت بالجو تيعرف شو ستيل الليج هون، كيف نلعب نحنا، يتأقلم معنا و it's gonna be fine. يعني الفينال السنة كمان بطولة غرب آسيا هو نسخة طبعا أصلا عن الموسم الماضي رياضي غورغان، كيف بتشوف المواجهة خصوصا انه غورغان محسن بفريقه وعامل تغييرات؟ هن محسنين وحقدين علينا. Their target is to beat us and our target is to defend them. عملنا كل شيء كرمال يطلع لنا الهوم كورت ادفانتج هالمرة هالسنة وطلع لنا، وبس إذا بنربح بلبنان نكون أبطال وصل. Thank you حبيبي، ميرسي لإلك. أنا ما بدي بين. Look, I feel thanks, Lord. Let's go.
آسيا كابتن وائل عرقجي مبروك الجيم وائل يعطيك العافية. بعرف قد ايه تعبان من بعد البريس كونفرنس كمان. خبرني شوي عن الجيم وائل، يعني بداية بطيئة تنزيله للحكمة، رجعت عملته كامباك، عملته ليد وحفظته على الفرق لآخر مباراة. أول شيء بعتذر من الجميع اللي صار، مش حلو اللي صار اليوم، مش حعلق كتير، يعني بأسف على اللي صار. صار شيء بغزير بشع، صار شيء اليوم أبشع. سو بدنا ننتبه كجمهورين كيف نضبط أعصابنا ونحترم بعضنا ونحترم اللعبة، لأنه بعتقد كل آسيا عم تحضر كانت اليوم وما فينا بيطلع على السوشيال ميديا نفرجي شو عم بيصير، وعم فرجي صورة كتير بشعة. يعني عم نوصل لريتش يمكن 1,000,000 فيور نحن كلعبة كباسكت هذه السنة، ما فينا نعمل هذا الموضوع. سو بنعتذر من الجميع. غير هيك الحكمة بلشوا تبليش كتير قوية، حطوا 10 نقط بأول دقيقتين، رجعوا حطوا 5 نقط بآخر 8 دقائق. سو عرفنا how to control them. لعبنا بطريقة كتير منيحة، عملنا ليد دغري سريع بأول كورتر أول هاف 10 نقط، ورجعنا سحبنا بالثالث والرابع، قدرنا نوقف عناصرهم المهمة، وكرمال هيك قدرنا ارتحنا يعني من نص الثالث لآخر الجيم. يعني أول مشاركة كمان اليوم لتون ميكر، كيف شفت هذه المشاركة وقديش مهم وجود حدا بروفايل مثل تون ميكر مع رياضي؟ قديش حسن بالدفاع؟ قديش عطيكم ساعة أكثر؟ ليك تون بده وقت شوي ليفوت أوفنسيفلي بالجو، وبعده ما لاقت يعني ما بيقدر ينام، له 5 أيام بعده جيت لاكت، وبده شوية وقت. بس ديفنسيفلي ساعدنا كتير، ريباوند كنترول دي ريباوند، عمل كذا بلوك، يعني اتليس قدر يخوف الفريق الحكمي يقدر يفوتوا على السله. سو هيز ا جريت اديشن لنا. نحن كلاعيبه لبنانيه لازم نقدر نفوتوا، نجرب كيف نفوتوا اكثر بالجو، نجرب نريحوا، وان شاء الله ام شور جيم باي جيم ثون حيفرجي مستوى كثير عالي. يعني فينال فينال السنه كمان رح يكون اعاده لفينال الموسم الماضي. رياضي غورغان غورغان عمل تحسينات بفريقه، رياضي كمان عمل تحسينات. كيف بتشوف هاي المواجهه؟ يعني كنت بتمنى تكون مواجهه لبنانيه لبنانيه، ان شاء الله بالفاينل 8 تكون مواجهه لبنانيه لبنانيه. بس غورغان فريق كثير قوي، عندهم يمكن اسامي اقل من هذيك السنه، بس عم يلعبوا بطريقه جماعيه اكثر. سو ما حيكون ابدا شيء سهل، بدنا نكون مركزين، والا بيقدر يخطفوا الفوز منا هون وياخذ الهوم كورت ادفانتج. ثانك يو وائل، مبروك، بدي اشكرك. لكن نحن بدنا نختم معكم، بدي اذكر اليوم فوز الرياضي بيروت على الحكمة بالنصف نهائي لبطولة وصل، والرياضي قدر يحسم السرير نتيجة 2-1 ويتأهل لنهائي لمواجهة غورغان الإيراني بنسخة طب الأصل عن الموسم الماضي. اشكر متابعتكم، تانكو لكم، وإلى اللقاء.